كل المؤشرات تدل أني باش تكون بطولة إفريقية على مستوى عالي جدا. صحيح ما زلنا ما وصلناش للمستوى الفني متاع المنتخبات اللي كنا نتوقعوه، لكن مع تقدم هذه الأدوار خاصة أني لأول مرة بطولة ب 24 منتخب، مع تقدم الأدوار ممكن مش نشاهد إن شاء الله مستوى فني أعلى من ذلك. كذلك ما نساوش زادة اللي الحقيقة حفل افتتاح كان عالمي جدا من أبرز الحفلات، ولو خيال الحقيقة في مصر فرحانين بينا، خاصة نحس روحنا مميزين احنا التوانسة على بقية الجنسيات الأخرى ككل، نحس روحنا في ديارنا، وتحية كبيرة وخاصة لجماهير السويس اللي حطونا على روس. مستوى الفرق الحقيقة إلى حد الآن مازال مرتقاش للمستوى اللي نتوقعوه منهم، خاصة المنتخب المصري مازال منتخب متوسط لغير المنتخب التونسي، منتخب كارثي بهذا المستوى، وكل يحمل مسؤولية للمدرب ألان جيريس المدرب الفرنسي. وبالنسبة للمنتخب المغربي والجزائري هما النقطة المضيئة بالنسبة للعرب في هذا الكأس. المنتخب الجزائري مع بغداد بونجاح المهاجم الخطير والمدرب جميل بالماضي، مدرب ممتاز جدا. المنتخب المغربي مع إيرفي رونار وحكيم زياش ممكن برشا باش يراهنوا على المنتخبات، مع المنتخبات الافريقيه الكلاسيكيه اللي هي الكاميرون ونيجيريا والمنتخب السنغالي اللي قاعد يعدي في مستوى فني ممتاز وممتاز للغايه.